عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تدشن القوى الديمقراطية المعارضة اليوم مبادرتها الوطنية الشاملة من أجل الخروج بهذا الوطن العزيز إلى بر الأمان، والمساهمة الفعالة في الوصول وتحقيق آمال وتطلعات الشعب البحريني بجميع مكوناته. المبادرة سيلقيها الأستاذ محمود القصاب من التجمع القومي، فليتفضل. شكرا، مساء الخير أخوان. بداية الحقيقة طبعا هذه المبادرة تحمل اسم من أجل البحرين، نؤكد مبادرة من أجل البحرين، وهي الواقع تمثل تتويجا إلى الكثير من المبادرات أو تتويجا لمسيرة قوى المعارضة من العديد من أي حوار وإنضاج أي حل سياسي يخرج وطننا العزيز من أزمته الراهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وعد التقدم القومي الأخاء، وحرصا منها على تجنيب وطننا العزيز مزيدا من التدهور الخطير والمتسارع على كل الأصعدة السياسية والأمنية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما تسعى له لتحقيق الاستقرار الدائم للبحرين وصون وحدتها الوطنية وسلمها الأهلي وإطلاق عجلة التنمية والبناء الفعالة والمنجزة تكت جميع أبناء البلد وتكاتفهم وصون حقوقهم، وانطلاقا من الأجندة الوطنية الجامعة بإبعاد وطننا الحبيب البحرين عن تأثيرات السلبية للمتغيرات الإقليمية المتسارعة، وبما يجعل البحرين منطلقا للاستقرار في المنطقة لا محطة صراعات وتوتير، وبما يحقق توافقا وطنيا سياسيا يرتكز على احترام حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة والمسؤولية المشتركة التي تنتج نظاما سياسيا عادلا يربح فيه الوطن ومواطنوه بجميع مكوناتهم السياسية والاجتماعية، مؤكدين فيه على هويتنا البحرينية العربية الإسلامية وانتماءنا الخليجي العربي. في ضوء ما تقدم، أعلاه تعلن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة عن جهوزيتها للدخول في عملية سياسية جادة تضع خارطة طريق واضحة ومجدولة زمنياً للوصول إلى حل سياسي شاملاً لكل القضايا السياسية العالقة وإنجاز المعالجات الحقيقية لكل ما ينتج من تداعيات لهذه الأزمة، على أن يتزامن ذلك مع تحمل الحكم المسؤولية الأساسية في إنجاح الحوار الوطني كونه المعنى الأول بحل الأزمة سياسيا وتقديم المعالجات اللازمة له. إن قوى المعارضة الموقعة على مبادرة من أجل البحرين تؤكد على ضرورة ما يلي: أولا، تهيئة البيئة السياسية التصالحية الداعمة لنجاح العملية السياسية والمساندة الحقيقية للمصالحة، وعلى رأسها التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي مقدمتها الإفراج عن جميع سجناء الرأي والضمير والبدء بالمعتقلين الذين لم يقدموا للمحاكمات، والأطفال والنساء والمصابين بعاهات مزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقات والذين يعانون من أوضاع صحية صعبة،
وذلك إيدانا بتنفيذ توصيات بسيوني وجنيف. ب. وقف التصعيد الأمني والتحريض الإعلامي الممنهج ضد قوى المعارضة ووقف المحاكمات السياسية الجارية. ج. تشكيل لجنة المتابعة، تشكيل لجنة المتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لجنة بسيوني وفق التوصية رقم 1715 من توصيات بسيوني بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة. ثانيا، التوافق على خارطة طريق واضحة للحوار ومخرجاته بحيث يتم إطفاء الإمضاء الشعبي على مخرجات الحوار لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر أجواء استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله لمرحلة التنفيذ والاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية ما بين الحوار وتنفيذ مخرجاته. ثالثاً، الشروع في حوار جاد ذي مغزى مع أصحاب القرار في الحكم والأطراف المجتمعية الفاعلة والمؤثرة في الساحة السياسية بصورة أساسية، يناقش مباشرة تشكيل وصلاحيات مكونات النظام السياسي الرئيسية، السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والأمنية والنظام الانتخابي على أرضية القاعدة الدستورية المستقرة، الشعب مصدر السلطات جميعا. رابعا، أن يتقدم الحكم بمشروع لحل الأزمة السياسية في البحرين لمقاربته مع مشروع المعارضة للحل السياسي والتوافق على الحل في الحوار. خامسا، تتم دعوة ممثلة عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدة الفنية اللازمة. وأخيرا، إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة تدعو كافة القوى والأطراف المعنية إلى قبول هذه المبادرة، وقد قررت التقدم بها للقيادة السياسية في البلاد وللأطراف المجتمعية الفاعلة ولكافة القوى المحبة للسلام والخير لبلادنا، وتؤكد انفتاحها على مناقشة بنود المبادرة مع كافة الأطراف لتطويرها وتفعيلها وإنجاحها. القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، جمعية الوفاق الوطنية الإسلامية، الجمعية الوطني الديمقراطي وعد، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الأخاء الوطني، وشكرا. طبعا الآن الأخوان يضيفون أيضا عليها بشرح ببعض بنود المبادرة، وما أيضا عندكم من استفسارات فيتفضل الأخوان. شكرا لكم. نعتقد أنه هذه المبادرة، مبادرة من أجل البحرين، هي مبادرة الفرص الممكنة، مبادرة الفرص الممكنة التي نعتقد أن نحن نعيش الآن في أجواء ضاغطة، سواء كان التوترات الإقليمية الخارجية أو التحركات الدبلوماسية التي نشعر أن فيها الكثير من المعطيات التي قد لا نعلم عن جزء أو من جزء من تفاصيلها، ولكن نعتقد أنه الفرصة سانحة والفرصة ممكنة لإنتاج حل محلي يجنب بلادنا التداعيات التي تعاني منها المنطقة، سواء كان على مستوى الأقليمي ما نلاحظه من تداعيات في سوريا، في العراق، على تداعيات أيضا الاتفاق في الملف النووي الإيراني. نحن نعتقد أن البحرينيين باستطاعتهم أن ينتجوا حلا خالصا يستطيع أن يدير بلادهم إلى عالم أفضل وإلى واقع أفضل في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتجاوز أو الشروع مباشرة في حل الأزمة السياسية. كما تفضل الأخ محمود، هذه مبادرة من أجل البحرين هي مبادرة جاءت لتتوج مسيرة طويلة من المبادرات
والمواقف التي اتخذتها القوى السياسية المعارضة ابتداء من ما تقدمت به في 2011 إلى سمو ولي العهد وموافقتها على مبادرة ولي العهد، ومن ثم المباشرة في إنتاج العديد من الوثائق والمبادرات في مقدمة وثيقة المنامة، وثيقة التيار الديمقراطي، وثيقة اللاعنف، وكذلك المواقف التي تطرحها في بياناتها بين حين وآخر. نعتقد أنه هذه المبادرة توفر أرضية خصبة للانطلاق نحو عمل سياسي جاد يخرج بلادنا من المحنة التي نعاني منها جميعا، ويعالج الكثير من الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. كلكم تعرفون أن اليوم الاقتصاد الوطني يعاني من تدهور كبير، بلغ الدين العام كما هو معلن وأعلن قبل ليلتين في ندوة في هذا المكان الطيب أنه بلغ 5 مليارات دولار، وأن الحبل على الجرار، وسيصل في العام 2018 إلى أكثر من 7.5 مليارات دولار، وهذا يعني أن الناتج أن الأعباء التي ستقع على المواطن ستكون كبيرة. اليوم كل أسرة عليها أن تدفع أكثر من 130,000 دولار أعباء للدين القائم اللي هو مقداره 5 مليارات، ولكن أعتقد إذا استمرت الأزمة بهذه الطريقة سيكون الحبل على الجرار، وأعتقد أنه ستكون الأوضاع أكثر خطورة. أعتقد أيضا أنه بتوفر الإرادة السياسية من قبل القيادة السياسية ومن قبل الجمعيات السياسية المعارضة، ونحن نجزم بأن القوى السياسية المعارضة لديها الإرادة السياسية للشروع في هذا الحل. أعتقد أن نحن نستطيع أن نضع حد إلى هذا التدهور في الاقتصاد وفي الاجتماع وكذلك في المعيشة. يجب أن يكون هناك استعدادات جدية لترطيب وتبريد وتخفيف الوطأة الأمنية الطاغية في مختلف مناطق البحرين، وأعتقد هذه المبادرة يجب أن تبدأ بها الجهات الرسمية، وأظن أن المعارضة السياسية ستقوم بدورها في هذا الجانب. شكرا. استكمالا لما ذكر الإخوان بالنسبة لموضوع المبادرة من أجل البحرين، أنا أعتقد أن الاسم اسم المبادرة يدلل على أن القوى المعارضة السياسية تمتلك الكثير من الحرص والمسؤولية تجاه الوضع الحالي القائم في البحرين، وهو الوضع المتأزم الذي يقترب من 3 سنوات حتى الآن. ومن هذا المنطلق تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات استمرت منذ العام 2011 حتى الآن. وأعتقد أن هذه المبادرة تضيف الكثير أيضا على ما سبقها من مبادرات، لأنها يعني تجترح حلا سياسيا أو تطرح حلا سياسيا توافقيا في البلد، شريطة أن تمتلك القيادة السياسية الإرادة السياسية لإخراج البلد كما هي المعارضة بالضبط، التي تمتلك من العزيمة والإصرار ما يكفي، لكنها تبحث عن شراكة حقيقية مع القيادة السياسية في النظام لإخراج البلد من هذه التأزمات. لذلك نحن نطرح خارطة طريق نضعها بالتوافق مع القيادة السياسية والأطراف المعنية في الأزمة لإخراج البلد من تأزماته المستمرة. قضية الدين العامة هي إلا قضية واحدة مثل ما ذكر الأخ رضي الموسوي. هناك الكثير من القضايا التي تراكمت عبر السنين، ومنها قضايا الفساد والقضايا الأوضاع الاجتماعية والمطلبية والقضايا الدستورية والسياسية التي لا زالت تبحث عن حلول، ونحن نرى أن الحكومة في وضعها الحالي أصبحت عاجزة بالفعل عن أن تخرج حلا سياسيا يخرج البلاد من هذا التأزم السياسي. وبات من المسؤولية أن نذكر باستمرار من خلال هذه المبادرات المتوالية أن على القيادة السياسية أن تمتلك الجرأة وتمتلك الشجاعة لأن تخاطب العالم انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية التي يلزمها الدستور بأنها المعنية بمصالح ومقدرات هذا الشعب، عليها أن تمد يدها للمعارضة التي مدت يدها طويلا ولا زالت من أجل إخراج هذا البلد.
نحن لا نطرح حلا خارجيا، بالعكس نحن نصر على أن يكون حلا داخليا، لكننا نتخوف كمعارضة أن ما يجري في محيطنا الخليجي والعربي والعالمي من تحولات دراماتيكية متسارعة ربما تفرض على البحرين وعلى أبناء البحرين وعلى هذا البلد الصغير الكثير من الضغوطات التي ربما لا نستطيع أن نقرأ حاليا المستقبل المنظور لها، وبالتالي نخرج من واقع البحرين لنصنع معا عن طريق الشراكة السياسية الحقيقية الفاعلة مع النظام لإخراج البحرين عبر مبادرة سياسية فاعلة تخرج هذا البلد، ولا ننتظر ما يملى علينا من دول الجوار أو من دول الإقليم أو من الدول الدولية. صحيح أننا نتفاعل مع المجتمع الدولي والإقليم المحيط، لكننا أيضا نطالب بأن يكون الحل داخليا، وكما يقال يد واحدة لا تصفق. المعارضة تقدم وقدمت الكثير من المبادرات، وعلى السلطة الآن أن تثبت لأبناء شعبنا وأن تثبت للعالم من حولنا الذي بات يتفهم هذا الوضع أنها أيضا تستطيع أن تمد يدها شريطة أن تتخلص من المعوقات الحقيقية داخل بنية النظام نفسه وداخل بنية وهياكل المؤسسة التنفيذية التي لها مصلحة في إعاقة أي نوع من التطور السياسي في هذا البلد. لا يعنينا ماذا تقول دول الجوار في مسألة التطور الديمقراطي، نحن نرى أن الخيار لاستقرار هذا البلد هو الخيار الديمقراطي. إذا كانت دول الجوار تريد أن تساعد هذا البلد نحو هذا الخيار الأصلح لبلدنا ولمستقبل شعبنا، فنحن نمد يدنا للجميع لإخراج البحرين من هذه الأزمة. إضافة بسيطة على المبادرة الوطنية من أجل البحرين، إذا كان لي من تعليق حول هذه المبادرة فإن هذه المبادرة حقيقة أولاً هي مبادرة مفتوحة لا تقصي أحد، الرسالة في الأساس إلى الحكم وكذلك إلى الأطراف الفاعلة في هذا المجتمع البحريني من أجل أن يكون للبحرين فرصة للتقدم والاتفاق بين الأطراف في البحرين على حل سياسي يخرج البحرين من أزمته. المبادرة أيضاً في تقديري هي مبادرة صريحة، صريحة بمعنى أن الوطن كل الوطن مليء بالجراح. في الثلاثة الأعوام الماضية ونحن خصوصاً نمر الآن بالذكرى الثانية للجنة تقصي الحقائق، لجنة بسيوني، أنتم تعلمون والعالم يعلم التقرير في أكثر من 600 صفحة سجل المزيد والمزيد من الانتهاكات، كان هناك آلاف من الذين اعتقلوا، آلاف من الذين فصلوا، مئات من الذين عذبوا، وهناك أكثر من 38 مسجد هدم في هذا البلد. نريد أن نعيد بناء هذا الوطن على أساس وطني سليم. هذه المبادرة صريحة لأنه لم يعد هناك وقت نضيعه، الوطن عزيز علينا، كفى تضييع للوقت، كفى لمحاكمات قد تزيد من الأزمة، لا تهدي الأزمة، لا تعالج الأزمة. هناك حل أمني يسير بأسرع من الحل السياسي، يجب أن يتوقف هذا الحل الأمني ليعطي فرصة حقيقية للحل السياسي. كفى التفافات، كفى مشاريع ترقيعية. رسالة هذه المبادرة للجميع وللحكم أولاً، تعالوا نصنع حلاً بحرينياً، حلاً سياسياً شاملاً يحقق طموحات الشعب البحريني عبر حوار جاد وصريح كما هو موجود في هذه المبادرة التي تشكل فرصة ثمينة في هذا الوقت. نحن على استعداد، هذه المبادرة مفتوحة للجميع من كل الأطراف، من الحكم، من الجمعيات السياسية الفاعلة في هذه الساحة، أن تتفاعل مع هذه المبادرة حتى لو كانت هناك فيها بعض القضايا ربما لا تعجبها. هذه رؤية المعارضة من أجل أن يكون هناك حل سياسي حقيقي وليس هناك حل ترقيعي أو حل شكلي. إذا أردنا فعلا أن نخرج من هذه الأزمة في تقديرنا هذه المبادرة تمثل خارطة الطريق للخروج من الأزمة وإلى بر الأمان. إذا كانت هناك من رؤى عند الأطراف الفاعلة وعند الحكم، المعارضة كما ذكر الأخوان
نحن مستعدون لمناقشة هذه المبادرة على أساس أن نخرج من أجل البحرين، أن نحقق حلول من أجل البحرين، ليست لأجل حزب، ليست لأجل طائفة، ليست لأجل أي فئة من فئات المجتمع البحريني، وإنما الحل الذي نريده هو أن يكون للبحرينيين كل البحرينيين. إذا في أسئلة أخوان تريدون طرحها تفضل. الحقيقة بالإضافة طبعا إلى النقاط اللي أشرنا لها، أريد بس أشير إلى نقطتين. الواقع هذه المبادرة هي من أجل تحريك المياه الراكدة وحلحلة الجمود القائم، وكل ما نتطلع إليه أن تحسن الأطراف الأخرى وخاصة الجانب الرسمي كونه المعني قبل غيره بهذا الوضع، أن يحسن قراءة المبادرة وبتمعن وبحس وطني مسؤول بعيداً عن المناكفات أو أسلوب المناكفات السياسية والعناد غير المجدي، آخذين في الاعتبار جملة من المتغيرات الإقليمية والدولية التي تصب الواقع جميعها من في خندق أو في مجرى المبادرات التصالحية السلمية. علينا أن نلتقط هذه الفرصة للدخول مباشرة في مناقشة كل الملفات العالقة التي خلفتها هذه الأزمة، وللأسف هي ليست ملفات قليلة، هناك عندنا قضايا دستورية وسياسية وحقوقية، هناك أيضا مسألة القضاء ونزاهته، هناك قضية المعتقلين، هناك قضية المفصولين والتجنيس والتمييز وسحب الجنسيات ظلما وغدرا من بعض المواطنين، هناك قضية التصعيد الأمني والإعلامي، هناك مسألة العدالة الانتقالية التي يجب أن تبدأ بمحاسبة المنتهكين وممارسي التعذيب وتعويض المتضررين وجبر خاطرهم، وهناك أخيرا المصالحة الوطنية وعودة الوئام والاستقرار إلى البلد. هذه الحقيقة مجموعة من الملفات، المعارضة على استعداد أن تدخل في مناقشتها بصورة مباشرة وبصورة جادة من أجل الحل الشامل. شكرا. أي سؤال أخوان؟ استاذ أخ حسن تفضل. طبعا لا، المبادرة ليس فيها جديد، فيها جديد. المعارضة اليوم تتحدث عن فرصة جديدة تطرحها المعارضة، وهي مبادرة من أجل البحرين، من أجل فعلا أن نوقف الهدر، هدر ضياع الوقت وهدر تضييع الفرص، من أجل أن نتصارح جميعا كبحرينيين للخروج بالأزمة. الأخ حسن، هناك حديث يعني عن التهيئة، فعلا طرحنا جزء كبير من هذه المبادرة على طاولة الحوار، وللأسف تم رفض مبادرتنا التي أطلقناها على طاولة الحوار في الأقل قبل 3 جلسات من التعليق. لم ت...
يعني أطراف التي كانت على الطاولة لم تقرأ المبادرة بدقة وبصح بصورة صحيحة من أجل أن يكون هناك فعلاً رؤية جادة للخروج من الأزمة. إذا رأيت المبادرة هناك نقطة نتحدث فيها عن موضوع خارطة الطريق. عندما تسألني أن نذهب إلى الحوار تاريخ 3 ديسمبر أو تاريخ 4 ديسمبر، السؤال الأساسي نذهب وأنا أسأل سنذهب ولكن إلى أين نذهب؟ إلى أين المسير؟ نريد خارطة الطريق واضحة، نريد أن نعرف أن إذا بدأنا الحوار أو رجعنا إلى طاولة الحوار ما هي المرحلة الثانية التي تلي هذا الحوار. نريد أن تكون هناك خارطة الطريق متفق عليها، تبدأ بحوار، تنتقل التوافقات إلى استفتاء شعبي، ثم من خلال الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية أن تذهب للتنفيذ من خلال حكومة انتقالية ومن خلال مجلس وانتخابات مبكرة. نريد أن نعرف خارطة الطريق إلى أو طاولة الحوار لا أين تريد أن تسير. كذلك المعارضة لا يمنعها من تجديد مبادراتها، بالعكس هذا يدل على حرص المعارضة على إنقاذ البلد والخروج به إلى بر الأمان. صحيح تقدمنا بهذه المبادرة، طرحنا هذه الفرصة، لم تستغل. النقطة الأخيرة وأترك المجال للأخوان، بخصوص موضوع العودة إلى طاولة الحوار، موقف المعارضة لم يتغير، ما زالت المعارضة معلقة حضورها في طاولة الحوار ولن تذهب يوم تاريخ 3 أو تاريخ 4 إلا إذا وجدنا تفاعل إيجابي مع ما تطرحه المبادرة اليوم. لا يمكن حقيقة، وأتحدث بصورة صريحة، لا يمكن لطاولة الحوار أن تنجح وترسل رسالة إيجابية للمجتمع البحريني في كل بيت على الأقل وهناك قمع وهناك محاكمات جارية ليل ونهار وهناك تغييب متعمد لتوصيات بسيوني وهناك إعلام يعقد الأمور ولا يفسح المجال لمصالحة حقيقية في هذا البلد. نريد كأول خطوة الاتفاق على تهيئة الأجواء من أجل أن ينطلق حوار جاد حقيقي يحقق طموحات الشعب البحريني. لو تسمح لي إضافة صغيرة، يعني أولاً هذه المبادرات هي تؤكد أولاً حيوية المعارضة وحرصها على أن يكون هناك حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعاني منها البلد. الحل الجذري لا يمكن أن يكون إلا من خلال حوار سياسي مسؤول اللي قاعد على الطاولة عنده قدرة لاتخاذ القرار، وبالتالي ممكن أن نخطو خطوات إلى الأمام. التواريخ عندنا ليست مقدسة، 2 3 4 5، يعني بالنسبة لنا تاريخ 3 ديسمبر هو ليس تاريخ مقدس، ولكن احنا حرصنا على ان يكون هناك بالفعل هذا الحوار الجاد فقدمنا هذه المبادرة. التذكير لماذا نقدم هذه المبادرة الآن، المبادرات السابقة كما تفضلت انه بالفعل انه يعني اهملت، ولكن انا اعتقد على قاعدة فذكر ان نفعت الذكرى، فاعتقد انه من المهم جدا ان يدرك الجميع بانه ما يجري اليوم في البحرين ما يجري في المنطقة هو من الخطورة بمكان، ومن الضرورة ان يجلس البحرينيون على طاولة الحوار ليتناقشوا بشكل جدي وحضاري للوصول الى خلاصات. كل التجارب العربية والعالمية علمتنا بأنه ليس هناك من مخرج إلى الأزمات السياسية إلا عبر الحوار. الحل الأمني تأكد في كل المناطق، اليوم في سوريا هناك تطاحن عسكري ما صنع الحداد بين الأطراف، ولكن في هناك عملية سياسية مزمع أن تعقد في جنيف في 22 الشهر القادم. الخلافات بين إيران والدول الكبرى حلوها من خلال مفاوضات. نحن نعتقد يعني أجدى
بأن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا وبين بعض، وأن نجلس على طاولة التفاوض والحوار لكي نخرج بخلاصات تزيح عنا هم الأزمات التي تتناسل منذ عقود من الزمن. يعني سؤال الأخ حسن أنا أعتقد يحتاج إلى كثير من أيضاً التوضيح مثل ما ذكر الإخوان. الجديد في هذه المبادرة هو أننا يعني نطرح بتسلسل هذه الخطوات التي أمامكم في المبادرة، هي تقترح أو تجترح التسلسل في عملية الوصول أو الدخول في حل سياسي أو تفاوض حقيقي لحل الأزمة السياسية. عندما نتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين فنحن نفصل بشيء من التفصيل ونتحدث، هناك فرصة لأن يطلق السجناء أو المعتقلين سياسيين ابتداء من النساء والأطفال وطلاب الجامعات وهكذا. عندما نتكلم عن أن يكون الحكم على طاولة الحوار فنحن نربط ذلك بأن يطرح مشروعاً، ولا يجب أن يقدم فقط من يمثله على طاولة الحوار، بل يجب أن يقدم من يمثل الحكم مشروعاً واضح المعالم، ونلتزم معه قبل بدء الحوار بخارطة الطريق. إذا تذكرون في 28 يناير طلبنا من وزير العدل أن نتفق على هذه النقاط قبل الدخول في الحوار، إلا أن رفض وزير العدل آنذاك وإصرار المعارضة وإخلاصها لمسألة ومبدأ الحوار دخلنا الحوار لنناقش هذه الخطوات، وبعد 8 أو 9 شهور يعني فشل الجميع نظراً لتعنت الجانب الرسمي والسلطة تحديداً في بحث هذه الخطوات. الآن نحن نقترح هذا، ونقترح أيضاً بالإضافة إلى ذلك أن يكون هناك جهات دولية داعمة وإقليمية داعمة كمجلس التعاون والأمم المتحدة، ليس من باب الترف السياسي، وإنما كل التجارب والحوارات أثبتت ذلك، التجارب في اليمن، التجارب في تونس، ما يجري في مصر الآن، أنا أعتقد أثبتت أن وجود أطراف دولية فاعلة. البحرين ليست استثناء، أنا أعتقد تعقيد مسألة البحرين يرجع إلى أن لا توجد أطراف تشهد على ما يجري من تفصيلات. هذه مسؤولية النظام، وهذا أيضا يجيب على تساؤلك أخ حسن في مسألة الدخول أو يعني الدخول في الحوار مجددا من عدمه. نحن لا ندخل الحوار إلا إذا تهيئت البيئة السياسية، وإلا إذا طرح المشروع السياسي، وإذا وجدنا على طاولة الحوار من هو صاحب قرار بهذه التفصيلات ذكرنا ذلك. إذا وجد صاحب القرار المستعد أن يناقش مشروع سياسي للنظام في قبالة مشروع سياسي للمعارضة الذي هو موجود على طاولة الحوار، أنا ذاك يصلح الحوار. لا نستطيع أن ندخل في التفاصيل المملة للمشروع السياسي ومشروع الحل إلا على طاولة الحوار، ولكن هذه خطوات ملزمة للجميع لأن يتخذها قبل البدء في أي حوار جاد. الواقع أنه حتى الآن طبعاً ليس هناك أي مستجدات حتى تفرض أي تغيير، لكن هذا ما نأمله على الأقل، أن المبادرة تثير حماس الأطراف الأخرى وتبادر من جانبها أيضاً لإحداث مثل هذه المستجدات لتشجع المعارضة والأطراف الأخرى على الجلوس مع بعض في أسرع وقت ممكن. أنا أعتقد الجديد في المبادرة أنه تستدعي مبادرة أخرى من الأطراف للمقاربة، مقاربة المبادرات المختلفة والدخول مباشرة في جوهر القضايا الأساسية اللي هي وراء تفجير الأزمة. أنا أعتقد هذه مسائل تعتبر حتما جديدة يعني مطروحة، لم تكن في السابق يعني ربما تفسر كشروط، والآن هي ليست كشروط. احنا نعتقد بأن هذه خطوات مهمة وضرورية كحواضن لنجاح أي حوار وإنضاج أي حل سياسي. شكرا. سؤال من الصحفيين إذا في شيء. الأخ محمد. لا ما طلبنا تدوين، مراقب مساعدة للعمل الفني. النقطة الخامسة أن تتم دعوة ممثل عن الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي وممثل عن الأمين العام لحضور جلسات الحوار وتقديم المساعدة الفنية اللازمة، الفنية اللازمة غير السياسية، الفنية.
أنا الأخوان طبعاً شنو موقفنا من الانفراج السياسي؟ بالعكس، هذا ما ندعو إليه، أن يكون هناك تبريد للقضايا السياسية. انفراج سياسي يدعو ويدفع لمزيد من حوار حقيقي بين الأطراف الفاعلة في البحرين، لنعمل جميعاً لتحقيق طموحات الشعب البحريني بكل فئاته. أي خطوات، بالعكس ما نطالب به من خلال هذه المبادرة أن تكون خطوات عملية على الأرض، بحيث تمهد للحوار، بحيث نستطيع جميعاً أن نتفق على آلية وعلى خارطة الطريق للخروج من الأزمة. هذا بخصوص موضوع الانفراج السياسي الذي بالعكس ندعو إليه من هذه المنصة عبر هذه المبادرة التي سميناها من أجل البحرين، ليست من أجل فئة ولا طائفة ولا فصيل معين، وإنما لكل البحرينيين، بحيث يكون هناك دعوة حقيقية من جميع الأطراف، من الحكم ومن الأطراف الفاعلة في الحوار، أن يلتقطوا هذه الفرصة حتى نتفق على خارطة الطريق للخروج من الأزمة. عفواً، بس فيما يتعلق بأنه المسألة الحقوقية، لا شك أنه أي حوار جاد ذي مغزى ويراد له أن ينتج حلول ونتائج طيبة، لابد أن يكون في هناك تبريد للساحة. هذا يحدث في كل العالم. إحنا مش جايين في جزيرة معزولة عن العالم، وبالتالي مسألة تنفيذ التوصيات بسيوني هذه مسألة يفترض أن إحنا تجاوزناها لو نفذت، ولكن تتعطل عملية التنفيذ منذ الآن سنتين، فأنا أعتقد إنه هذا هروب للأمام ومحاولة لعدم الالتزام بما تعهد به الجانب الرسمي أمام العالم، سواء كان في جنيف أو في المنامة. إذن نحن يعني عندما جاءت توصيات جنيف لم يتحدث أحد عن تدخل في الشؤون الداخلية. هذه مسألة حقوقية، وكل التوصيات كانت تقول الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، معتقلي الرأي والضمير. اثنين، أنه الحل يكون بالحوار. هذه توصيات جنيف، خلاصة التوصيات بسيوني أيضا تتحدث في نهاية التوصيات، تتحدث عن ضرورة الشروع في حوار سياسي. إذن نحن نتحدث عن أرضية صحيحة وأرضية صلبة للانطلاق. أي تجربة، قل لي أي تجربة صارت في الدنيا في الوقت اللي في التفاوض لحل سياسي داخلي بينما كانت السلطة تمارس كل الانتهاكات؟ عندما تمارس كل الانتهاكات معناته تقضي على الحل السياسي. التبريد والانفراج الأمني والسياسي مسألة لا شك أنها ضرورية لإنجاح العملية السياسية برمتها. حسن عنده سؤال. يعني اولا، من وضع التاريخ 3 ديسمبر هو ليس المعارضة، وانا اعتقد نحن لسنا معنيين بهذا التاريخ على مقاييس اننا لم نضع هذا التاريخ، وبالتالي نحن نشترط او سمها انه نحن نرى ان اي تاريخ يوضع مهما كان 3 ديسمبر او 12 ديسمبر او ما شابه ذلك، اذا لم تتحقق شروط التهيئة وبيئة التهيئة السياسية لاخراج البلد والدخول في حوار جاد، أنا أعتقد سوف تستمر.
ثانياً، التجربة علمتنا خلال الشهرين أو ثلاثة الماضية عندما علقت المعارضة الحوار، وفي ظل عدم وجود مشروع من قبل الأطراف الأخرى على الطاولة، وفي التحديد هي طرف واحد، عندما لم تقدم مشروعاً منذ أكثر من 9 أو 10 شهور حتى هذه اللحظة، فعليها أن تسأل قبل ذلك ما الذي سوف تناقشه على طاولة لا يوجد عليها مشروع. طيلة 9 شهور نحن نتحدث عن آليات وضمانات، وهذا في كل دول العالم، يحدث في اليمن، يحدث في تونس، يحدث في مصر، يحدث في أي دولة من دول العالم، وحدث في أيرلندا وفي الأرجنتين وغيرها من الدول. فلماذا يعني يستكثر على المعارضة السياسية في البحرين أن تطالب بتهيئة الأجواء للدخول في حوار جاد؟ إجابة على سؤالك بالنسبة لتدخلات سؤال الإخوان في سي إن إن على مسألة التدخلات الأجنبية، أنا أعتقد أن الدولة هي من سارعت إلى المجتمع الدولي في أكثر من موقف، ولا زال وزير حقوق الإنسان موجود في كوريا اليوم يحاول أن يدخل أطراف أسيوية، وحاول قبل ذلك أن يدخل أطراف أوروبية، وهذا حق مشروع للدولة، لكنه أيضا حق مشروع للمعارضة أن تتفاوض مع المجتمع الدولي وأن تطلب ضمانات من المجتمع الدولي، خاصة مجلس التعاون الخليجي الذي يفترض أن يكون هذا المجلس مظلة لشعوب دول المنطقة وليس لأنظمة المنطقة. عندما يقدم مجلس التعاون مبادرة في اليمن فهذا يشكر عليه مجلس التعاون، لكن عندما يرفض مجلس التعاون أو لا سمح الله مستقبلاً يرفض الدخول في هذا الحل السياسي فهو أيضاً يتخلى عن جزء مهم من مسؤولياته. وكذلك المجتمع الدولي عندما تناقش لجنة الشؤون الخارجية في المجلس العموم البريطاني وأيضاً لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي قضايا البحرين من دون أن يقول أحداً أن هناك تدخل، فمن حق المجتمع الدولي الذي ينظر إلى هذه المنطقة كمنطقة مصالح استراتيجية من حقه أن يكون له كلمة في وضع الاستقرار والعمل السياسي في هذه المنطقة، ومن حقنا كمعارضة أن نتفاعل مع كل ما يجري بهذا العقلية. شكراً. الحقيقة ما زلت يعني أتطلع وأتمنى أن الأمور لا تؤخذ بشكل يعني عناد ومناكفات مع من جانب الأطراف الأخرى، ما زلت أقول نتطلع إلى أن تحسن هذه الأطراف قراءة المبادرة بتمعن وبحس وبمسؤولية وطنية، لأنها تحمل الكثير من حسن نية المعارضة السياسية لإخراج هذا البلد من أزمته. المبادرة فقط نطلب قراءتها بتمعن. أما إذا تحقق السيناريو الذي تفضل به الأخ حسن هو استمرار بالحوار وبدون المعارضة، أنا أعتقد هذا يمثل نسف كامل إلى المبدأ الذي قام عليه الحوار من الأساس وسمي بالحوار التوافق الوطني. أين الحوار التوافق الوطني إذا طرف أساسي ومهم ومحوري وهو خارج هذا الحوار؟ أين التوافق؟ لذلك أنا أتطلع إلى أنه من جديد من الأطراف الأخرى أن تتريث في قراءة بنود هذه المبادرة بشكل أفضل. أشكرك. أنا أعيد وأكرر أن المعارضة ما زالت متمسكة بقرار التعليق ولم تقرر بعد الانسحاب الكامل من الحوار، أملاً في أن تكون هناك مراجعة حقيقية من أطراف الحكم صاحب المسؤولية الكبرى من أجل أن تكون هناك فرصة نجلس كأطراف وطنية للتفاوض حول القضايا الأساسية المتعلقة بالشراكة الحقيقية في إدارة وصناعة القرار في البحرين. نأمل جميعاً أن تكون هذه المبادرة التي أسميناها بمبادرة من أجل البحرين أن تكون فرصة للجميع من خلالها، بغض النظر عن تاريخ 3، المعارضة مستعدة لمناقشة هذه المبادرة حتى بعد تاريخ 3 ديسمبر وحتى في أثناء الأشهر القادمة أو الأسابيع القادمة، من أجل أن نتفاهم على خارطة الطريق واضحة ثم نعود للطاولة بجدية وبإصرار من أجل إخراج البلد من الأزمة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.